صباح الخير يا وجه الخير. صباح الخير. ان شاء الله نهارك مبروك اسعد الايام. يا شوف شو طيب لنا اليوم. هي بونو بالدرع. خبز الدرع وحنا خبز بونو. اي باش تعطينا توا المقادير قداش؟ هذا كاس نص سكر. كاس نص سكر. وكاسين درع. وكويس فارين. باهي حكار الكيس قياسه راهو 150 غرام ديما ذاك قياس الكيك نتاعنا. كاس اللي تحبوا تعملوا به عملوا به فرد عدد. اي كاس. نعاودوا شويه كاس ونص سكر عليهم زوز كيسين درع عليهم كاس فارينة. وهذا يخرج فنجان زيت زيتونة وطيب السباس اللي ما عندهاش زيت زيتونة تنجم تعمل اللي يجي زيت زيت نباتي. هذا طيب السباس عربي. السباس عربي. وهذا زبيب ولوز. زبيب ولوز. والفيكيا تحب تشخشخ قبل الفيكيا شخشخ. قداش من عظيمة حطينا؟ ست كعبات. ست عظيمات باش نحطو. نقدو العظام تو. هنا هاو كملنا ستة العظيمات وباكو الخميرة راهو يلزم فيها باكو خميرة كانوا نقولوا 10 غرامات هكاك ديما باكو الخميرة تو نوريكم بعد ما شنو نحطوه مع الفارينة والدرع وتو باش نركضو. أنا مقادير سهلة وبسيطة. سهلة سهلة. إي ويجي هكا متاع الشتاء وبعيدة. لا زبدة لا شيء هاك الفنجان زيتك اللي ريتوه فنجان متاع قهوة. لهنا شوفوا كيفاش القوام نتاع العظام نتاعنا كيفاش ولا ولونه كيفاش بدل وتو نحطوا له الزيت. زيت زيتونه زبده هنا دخل. اي شوف هكا فنيش لا زبده لا حتى شيء ساهل ساهل تقعدوا خيرين والله ساهله برشا يا ولدي قبل كل شيء الحاضر في الدار نعملوه ما نقعدوش نلوزوا باش هنا باش نحطو طريف الدرع وعزبيب أيوا شف هذا نخلطو هكا خليه على شيء نصبو طوا الدرع نصبو الدرع نتاعنا معاهم باكو الخميرة مفيهاش سكر فانيليا راهو البنات هاذيا فيها البسباس فيها البسباس باش يفوح أنا حطينا زوز كيسين درع كويس فارين وخلطوا تو بالمغرفة مش بالركاضة تقلب هكا بالشوية أيوا شا تدخل بعد تجيكم على محليها ونقصد اي وسيلة من فوق اللوز باهي للصغار زاد الدرع باهي للصغار اللي عنده كل حديد الدرع اللي عنده صغيرات يطيب هيلها بقيتها هي بتاع شتاء يبدل الصغار تلقى هكا وتلقى هكا تلقى يعمل حوج اي يعيشك يا ويعطيك سبع صحايا هاي نكملوا نخلطوا الكيك بتاعنا باش ما نطولش عليك نحط لكم عند بعدين نحطوا اللوز اي اي باش نحطوا حتى تكمل تخلط باش نقعدوا معاه برشا طويله كيكه يولي اي باهي خلطوا بعدين سيدي لهنا مسحناها بالزيت زيت زيتونه وشنو رشيت عليها الدرع باش نعملها باش مايواش نعملها هيك مايواش اختي عليها عاني شي خل نحطوا توا هكا الزبيب عاد اللوز نحطش في قاعدة الوحدة تحطوا عليه شوية دروع اي فارينة كيما تحطوا تحطوا دروع ولا فارينة في الزبيب كيما تحب ما تحطوا باش ما يحطش فيها باش الوطن الكل يقعد ايوا شوف بسم الله المرة هذه باش نحطوها في الفور البنات مانيش باش نحطوها في فوق الغاز باش نزربوا فيها شوية وتحبوا تحطوها فوق الغاز حطوه على نحيني لها يديها اللي تقطع من الشرق
ماشي، حطوها تو على 180 درجة. هاي نسلتو كش قيلة، وبعد ما تطيب الخبيزة نتاعنا نرجع لكم نوريه لكم كيف تطيب وتحضر. هنا باش نحطو طري فلوس من فوق باش كي تطيب خبيزة القدوة كتتشقق في الوسط وتبدا في الزينة نتاعها. لوز يجلجلين اللي عندكم في الدار تنجمو تعملوه حتى بالكاكاوي، تجيكم فيه واحد شر هكا. هاو نرجع نقول لكم نحطوها على الفور على 180 درجة. كي تطيب نرجع لكم هاي، يعطيك سبع صحايح يا صح. عيشك يا ربي يخليك لينا. علينا خبزك القاتو، الله صلي على النبي. اي عجبتك يا وشي ريحتها فيه. بسم الله. ايوه الشي 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 هذه خبز الدراع التونسيه زمنيه بونو قولوا بونو. ايوه ايوه شو محليها، يعطيك سبع صحايح هي محليها ما شاء الله. لالا ورينا كي قدتو المزيان يا لالا، شوفك اللوز كيفاش قعد هكا مرشوق قاعد الجناب كيما قالت امي، تحطوا فيه طريف دراع ويعطيك الصحة. باه هيا يمي نسلموا عليهم وان شاء الله يا ربي في وصفة أخرى نتقابلوا. حاجة سهلة يعني باش ما تحيروش. أيا به نخليكم تو في ضمانة ربي. تعملوا لي لايك يا يقول لهم، عملوا لي لايك للفيديو، عملوا لي عملوا لي صباع. يعيشك يا ربي يخليك لينا ويفضلك ان شاء الله ديما هكا منورتنا في الشين نتاعي وفي الدنيا الكل. هيا نخليكم في ضمانة ربي ان شاء الله نهاركم مبروك. اعطيني يمي برايج يصلح حالك. اوه يعيشك يا اي باي باي. تو بدينا نقص في الخبز الجاتو باش نوريه لكم عاد من الداخل، مازلت سخونه راه. وان شاء الله رسيت اليوم تجربوها في دياركم وتعجبكم ان شاء الله. سهله كلها منفعه. هنكمل نقص خبز الجاتو ونوريه لكم في طبيق هكا، نوريكم شكلها من الداخل. اي ورينا حتى بريج يامي كيف جاتنا من الداخل. محليها ريحتها على محليها صراحة. شفت تحب تقص برا خشين خشين ولا صغير صغير؟ اي لالا الشي هالشي خفيفة جات خفيفة خفيفة. يعطيك الصحة يا وحدها. هذه سهلة وعادي. هذه وحدها يا.